بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، معكم الدكتور أشرف نبيس، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة. أكلم حضراتكم النهاردة عن موضوع في غاية الأهمية. لازم الفيديو ده يكون عند حضراتكم كلكم كمرجع ترجعي له وقت ما تحتاجي أي تفاصيل أو أي معلومة عن طفلك في الشهر الأول. هنتكلم في سلسلة من الفيديوهات على تطورات الطفل في الشهور المختلفة. هنبدأ النهاردة إن شاء الله بفيديو تطور الطفل في الشهر الأول، ودي السلسلة اللي حضراتكم كتير بتسألوا عليها في الأسئلة اللي بتسألوها لي في التعليقات وفي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. هنبدأ النهاردة فيديو تطور الطفل المولود في الشهر الأول. هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم على نمو الطفل بما يشمل النمو، الوزن والطول ومحيط الرأس، فتحة النافوخ بيبقى اخبارها ايه في الشهر الاول. هنتكلم بعد كده على الحاجات اللي بتحصل للطفل وقت الولادة، ازاي ننظفه، ازاي ان احنا نحميه، نلبسه ازاي، الكلام ده في الفترة الاولى من بعد الولادة والملابس بتاعته. الحاجة الثالثة اللي هنتكلم عليها برضو في الفيديو دوت موضوع تغذية الطفل، هيتغذى ازاي او طريقة التغذية بتاعته هتبقى ازاي. الحاجة الرابعة اللي هنتكلم عليها الطفل دوت هيبقى الحاجات اللي هتتعمل له في الفترة الأولى من تطعيمات وفحوصات وأبحاث، إيه الحاجات اللي هتتعمل له في الشهر الأول من الولادة. الحاجة اللي هنتكلم عليها بعد كده برضه هنتكلم على تطورات الحواس بالنسبة للطفل، يعني حاسة السمع عنده أخبارها إيه، حاسة البصر بتاعته أخبارها إيه في الفترة الأولى. بعد كده هنتكلم على النوم بتاع الطفل وازاي ان انت تساعدي الطفل في النوم في الفترة الاولى. بفكر حضراتكم بس يا ريت اللي مش مشارك معانا في القناة يا ريت يشترك معانا في القناة ويدعمنا ويتكه او يضغط على زر الجرس عشان يوصل له الاشعارات بتاعت الفيديوهات، ويا ريت تشاروا الفيديو عشان يوصل للناس كلها. الاول يا جماعة، الطفل ساعة ما يتولد، يا ريت حضرتك بعد ما يتولد مباشرة هنغسل الطفل بالميه بس، ولو في طبقه تخينه او طبقه تقيله اللي هي الطبقه البيضاء اللي بتبقى موجوده عليه دي، ما تحاوليش ان انت تكحتيها او تنضفيها على الاخر. الطبقه دي اسمها طبقه الفيرنكس كازيوزا، دي حاجه مهمه جدا للطفل وبتحميه من حاجات كتيره، فيعني نضفي الفتحات بتاعت العينين، الانف، البق، الودان، راسه، هنغسلها بالميه بس، مش هنستخدم اي شامبو ولا اي حاجه عشان الطفل يبقى نضيف من المنطقة دي. ولو في أي حاجة زي ما بقول لحضراتكم تقيلة زي الطبقة البيضاء دي، ما نحاولش إن احنا نكحتها أو ننضفها على الآخر. هنلبس الطفل إيه بعد ما نحميه؟ هنلبسه عدد القطع بتاعته حسب الفصل اللي احنا موجودين فيه. أيا كان الملابس لازم تكون قطنية بالنسبة للطفل، وخصوصا في فترة الصيف أو في فصول الصيف. الملابس بتاعته هنشوف احنا الكبار بيلبسوا إيه، وهيبقى الطفل بيلبس اكتر مننا في الشتاء، هيلبس اكتر مننا قطعة، وفي الصيف هيلبس اقل مننا قطعة. العكس، يبقى في الصيف اقل مننا قطعة، لو احنا بنلبس قطعتين هو يلبس قطعة، في الشتاء احنا بنلبس 3 قطع هو يلبس 4، يبقى في الشتاء بيلبس زيادة عننا قطعة، في الصيف بيقل عننا قطعة. هنيجي بعد كده نتكلم على التطور بتاع النمو. الطفل بيتولد تقريبا، الطفل الطبيعي وزنه حوالي 3 كيلو. الوزن بتاعه ممكن اول 10 ايام ما تقلقيش خالص، الوزن بتاعه ممكن يقل حوالي 10% من وزنه. يعني لو الطفل وزنه 3 كيلو ممكن يقل حوالي 300 جرام في الاسبوع او ال10 ايام الاولانيين، مفيش قلق خالص انه بيبقى طفل نازل مورم، بينزل كمان بيبقى في حاجات سودة كتيره بنسميها الميكونيوم بتبقى موجوده في بطنه بتتفضى كلها، وكمان الرضاعه بتبقى في اول 2 3 يومين، كميه الحليب اللي هو السرسوب ده بيبقى قليل شويه، فممكن يكون الطفل يقل في الفتره الاولى، فما نقلقش. يبدا الطفل يزيد بعد الاسبوع الاولاني بمعدل حوالي 750 جرام كل شهر، يعني تقريبا في الاسبوع حوالي من 150 ل 200 جرام. لقينا الزياده دي كده يبقى دي طبيعيه خالص وزي الفل، ونبقى مش محتاجين اي دعم للرضاعه الطبيعيه. الطفل بيبقى طوله حوالي 50 سنتي وبيزيد تقريبا كل شهر حوالي 5 سنتي، يعني نقول تقريبا طوله هيزيد 5 سنتي، يعني وزنه ساعة الولادة
ممكن يبقى 50 سم 45 ل 55، يعني في رينج المتوسط 50، ممكن يقل ل 5 او يزيد 5. بس احنا محتاجين بقى خلاص طفلنا اتولد قسنا الطول بتاعه ساعه الولاده، احنا عايزين في اول شهر يزيد حوالي 5 سم من الولاده. محيط الراس بيبقى تقريبا 35 سم، نقول الرينج بتاعنا من 33 ل 37. الطفل برضو ممكن يزيد حوالي 4 سم او 3 سم على عمر الولاده او على طول محيط الراس بتاع الولاده، يعني لو كان مولود 35 ممكن يوصل 38 او 39 سم. فتحه النافوخ اللي هي الاماميه، طبعا الفتحه الخلفيه في الغالب عند معظم الاطفال بتبقى قفلت، انما في الفتحه الاماميه ممكن تكون حوالي 3 صوابع او 3 سم الطول بتاعها، ده الطبيعي بتاعها. ممكن في بعض الاطفال تقل شويه، ممكن نوصل 2 و1، المهم انها تكون مفتوحه ساعه الولاده لان دي بتحافظ على نمو المخ. بعض الاطفال يبقوا لسه مولودين العظم بتاع الجمجمه ده راكب على بعضه، فتحس ان انت الفتحه بتاعه النافوخ صغيره وبعد شويه نلاقيها زادت شويه، ما نقلقش، اهم حاجه انها ما تكونش اكتر من الثلاث صوابع او الثلاثه سنتي. ده بالنسبه لنمو فتحه النافوخ، ودي مش بتقفل الوقت خالص، دي احنا بنتابعها على طول، وفي الغالب بتقفل عند من سنة لسنة ونص. ده أول حاجة اللي هي موضوع النمو بتاع الطفل في الفترة الشهر الأولاني. طب إيه الحاجات اللي احنا هنعملها؟ الفحوصات والأبحاث والتطعيمات اللي هتتعمل للطفل في الشهر الأول. الطفل هيطعم تطعيم الفيروس الكبدي في أول يوم، اللي هو بنسميه التطعيم الصفري للفيروس الكبدي، بعد كده في جرعات عند 2 و4 و6 شهور. كمان الطفل هيطعم تطعيم الدرن اللي هو في الكتف الشمال، اللي بيبقى يترك علامة بتفضل عندنا تقريبا مدى الحياة، اسمه تطعيم الدرن. وكمان هيطعم تطعيم شلل الأطفال اللي هو النقط بتاعة شلل الأطفال، ده في الشهر الأولاني مفيش تطعيمات تانية. بعد كده في حاجات فحوصات هتتعمل للطفل، هنعمل تحليل الكعب الرجل اللي هو الوقتي بقى اسمه تحليل الغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، كان قبل كده تمثيل غذائي بس، دلوقتي بقى تحليل الغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، بتعمل من اليوم الثالث لليوم السابع، من اليوم الثالث لليوم السابع، وبتعمل في مصر ايام الثلاث والسبت، بتعمل في كعب الرجل. بعد كده بنعمل حاجة اسمها فحص السمع للأطفال كلها، وده بقى روتين للأطفال كلها في مصر، بتعمل الفحص ده من أول يوم الولادة خلال الاسبوع الاولاني والعشرة ايام الاولانيين، يكون كل الاطفال المفروض عملوا فحص السمع عشان نطمن على السمع بتاعهم اخباره ايه. في فحوصات تانية بتتعمل، لو الطفل ده كان دخل الحضانه واخد اكسجين علاج اكسجين وهو طفل مبتسر او نقص النمو، المفروض ان احنا نعمل له فحص شبكيه. وكمان في بعض الناس بتعمل فحص، في بعض الدول بيعملوا فحص مبكر على خلع المفصل، انهم بيعملوا اشعه سونار او اشعه تلفزيونيه على مفصل الحوض. في فحص تاني كمان بيتعمل دلوقتي، بيعملوا حاجه اسمها الكشف المبكر او الفحص المبكر على امراض القلب، ان هو بيقيسوا المعدل الاكسجين في الايد اليمين والرجل اليمين، والدكتور حسب النتيجه بتاعته هيقول لك الطفل بتاعك محتاج يعمل اشعه تلفزيونيه على القلب ولا لا. ده كده خلصنا البند اللي هو بتاع الفحوصات اللي بتتعمل للطفل والتطعيمات اللي بتتعمل للطفل خلال الشهر الاول. هنيجي بعد كده على البند اللي بعد كده، هو بند النوم. طفلك ينام قد ايه، او المفروض ان يعني النوم بتاعه يكون نظامه ايه؟ نقول لك نوم الطفل في الفتره دي بيحتاج حوالي من 15 ساعه ل 17 ساعه 18 ساعه نوم، بس طبعا النوم ده مش متواصل، نوم الطفل في الاول بيبقى متقطع لان الرضاعه بتاعته بتبقى متقطعه. ابنك هيرضع معدته صغيره، هيرجع يجوع بعد ساعتين او ثلاثه، فهيعيط تاني عشان يرضع، فكل شويه هيصحى وينام ويصحى وينام. فالفترة الأولى معلش هو ما عندوش حاجة اسمها ساعة بيولوجية، اللي بيصحيه إنه هيجوع يرضع ينام يصحى تاني عشان يرضع يصحى تاني عشان يرضع. معدل النوم بتاعه أو مدة النوم بتاعه تقريبا زي ما قلنا لحضرتك 15 ساعة 16 ساعة 17 ساعة حسب الطفل. النوم نوم متقطع زي ما قلنا. برضو عشان تساعدي طفلك على النوم يا ريت حضرتك ما تشربيش المشروبات اللي هي تبقى فيها الكافيين، زي الكولا زي القهوة النسكافيه الشاي الشوكولاتة الكاكاو، الحاجات دي بيبقى فيها مادة كافيين بتنزل في اللبن، فممكن تخلي الطفل يبقى عنده أرق في النوم. كمان ممكن تساعد طفلك على النوم الكويس ان انت بتحاولي تقللي الإضاءة، بتحاولي تقللي الضوضاء، ممكن نستخدم حاجة اسمها الضوضاء
البيضاء في نوم الطفل، ان احنا بنشغل له حاجه تبقى مسجلها مثلا على الموبايل زي صوت الغساله، صوت المساء بتاع المكنسه، الاصوات ديت بتساعد شويه، بتبقى عامله زي صوت تدفق الدم في الشرايين والاورده لما كان الطفل متعود عليها وهو في بطنك وهو جنين، فالى حد ما الاصوات ديت بتهدي الطفل وتخليه يقدر ينام، بس طبعا ما تبقاش الصوت اصوات عاليه، نفس الاصوات بس تحاولي تبقي بعد الصوت شويه عشان الطفل يقدر ينام، لان حسيه الاذن عنده او حاسه السمع بتبقى شديده شويه، فممكن ناثر على موضوع السمع. ده قصة النوم، وطبعا النوم عشان هيبقى متقطع حضرتك هتتعبي جدا معاه، فيا ريت حضرتك تظبطي نومك على نومه، يعني الطفل بينام حضرتك نايمة، الطفل بيصحى حضرتك بتصحي، لأن الفترة الأولى دي هيحصل لك إرهاق شديد وهتتعبي جدا من النوم المتقطع والصحيان المتقطع دوت، وهيبقى عندك قلق شديد خصوصا إنك طالعة من ولادة، فطبعا هيحصل لك إرهاق شديد. الحاجة اللي بعد كده هنتكلم على اتكلمنا على النمو، اتكلمنا على التطعيمات والفحوصات، اتكلمنا على النوم، اتكلمنا على التغذية. التغذية يا ريت بقى تبقى تغذية رضاعة طبيعية من البداية، وخصوصا في الفترة الأولى، حضرتك اللبن اللي موجود عندك بيبقى كميته قليلة في الثلاث أربع أيام الأولانيين، بس اسمه لبن السرسوب أو بنسميه الكولاستروم، ده لبن غني جدا بكل المواد الغذائية وخصوصا البروتينات والأجسام المضادة وأجسام المناعة، يعني شوية السرسوب اللي في الأولانيين دول هيدوا طفلك مناعة كويسة جدا، هتستمر معاه لفترات طويلة، وهيحاول يقاوم ضد الامراض عن طريق لبن السرسوب اللي هيرضعه من حضرتك. وما تستعجليش جدا في انك تطلبي اللبن الصناعي، لان احنا هنتابع الطفل، هتتابع الوزن اسبوعيا، وزي ما قلنا الوزن في الاسبوع الاولاني ممكن يقل شويه ما تقلقيش، هنبدا نحسب من بعد الاسبوع الاولاني، عايزين زياده تقريبا كل اسبوع من 150 ل 200 جرام. ابنك بيزيد الزياده ديت على الرضاعه الطبيعيه، بلاش تدخلي لبن صناعي في التوقيت دوت خالص. ده بالنسبة لتغذية طفلك الرضيع في الفترة الأولى، وزي ما قلنا عايزين الزيادة تكون حوالي 150 ل 200 جرام في الأسبوع، يعني بمعدل 750 جرام في الشهر في الأربع شهور الأولى. ده اتكلمنا كده على التغذية، اتكلمنا على النوم، اتكلمنا على التطور بتاع النمو، هنيجي بعد كده لتطور الحواس. حواس الطفل هتبقى موجودة عند الطفل في الفترة دي حاسة السمع وحاسة البصر. حاسة سمع الطفل بيسمع من اليوم الأول، ومن قبل اليوم الأول كمان هو بيسمع من وهو في بطنك، فيا ريت ناخد بالنا من الضوضاء والدوشة والانزعاج والأصوات العالية عشان دي ممكن تأثر على سمع الطفل. بالنسبة للبصر الطفل في الفترة الأولى الشهر الأولاني يا دوب بيميز الإضاءة، يميز اللون الأبيض اللون الأسود، ما بيشوفش رؤية كاملة، ما بيقدرش يميز الأشكال من بعضها، عشان كده هو بيعتمد في الفترة الأولى من حياته اللي هو الشهر الأولاني على حاسة السمع أكتر وحاسة الشم مش على حاسة البصر. الفيديو دوت يا ريت حضراتكم تشيروه لكل زمايلكم، لكل قرايبكم، لكل الجروبات اللي حضراتكم مشتركين فيها، هيبقى مرجع كويس وفي إجابة كتيرة على أسئلة حضراتكم كتير بتسألوها في وسائل التواصل الاجتماعي. أرجو يكون الفيديو عجب حضراتكم، لو كان عجبكم يا ريت تعملوا لايك تعملوا شير ولايك عشان يوصل للناس كلها، وتنتظرونا لو عجبكم الفيديو هتقولوا لنا عشان نعمل لكم سلسلة نكمل السلسلة بتاعت شهور تطور الطفل. الفيديو كان طويل شوية عشان فيه معلومات كتيرة، إن شاء الله تستمتعوا بالمعلومات ديت، وربنا يبارك في أولادكم. إلى أن نلتقي في فيديوهات أخرى، لكم مني كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.